طبعا ديت اول حاجه حققت خسائر كبيره في اسرائيل في الافراد والاسلحه والمعدات، نمره اتنين رفعت الروح المعنويه، نمره ثلاثه كانت اللي هو يعني رفعت الروح المعنويه، نمره ثلاثه كسرت حاجز الخوف. دي مرحله دفاع النشط، ثم بعد ذلك قلنا لا بقى مش هينفع اغاره كده وخلاص، احنا عاوزين نقول لاسرائيل ان كل يوم انت قاعده في سيناء ده هيكلفك خسائر كبيره. يكفي ان في فتره الاستنزاف كان هناك 1000 قتيل وعدد 4000 مصاب في الفتره دي، وبالتالي كانت مرحله بعد كده الاستنزاف، والاستنزاف دي كانت في شهر فبراير سنه 68. يعني شهور معدوده من بعد 69 طبعا. ما استمرت 1000 يوم. فالقوات المسلحه قامت بخطه كبيره، هذه الخطه هي بتقوم بعمليه ان احنا المدفعيه تضرب على خط بارليف ده كله، تدمر خط بارليف. طبعا في هذه الفتره اللي هي فتره الاستنزاف اسرائيل ما قدرتش ان هي تستوعب كل تلك الخسائر، وبدات تقوم ان هي تخلي الولايات المتحده الامريكيه تتجه الى الحل السياسي من خلال وزير الخارجيه الامريكي ويليام روجرز، وهي بنقول عليها يعني مبادره روجرز، وكانت في اغسطس سنه 1970. ما قدروش يستحملوا كل تلك الخسائر. وبعد ذلك عاوز اقول ان فتره الاستنزاف دي احنا استفدنا منها كتير جدا، ان احنا استكملنا معداتنا وعملنا ما يسمى بالتطعيم للمعركة. ايه تطعيم للمعركة؟ انت بتخش معركة حقيقية. وبالتالي عندما جاء يوم 6 اكتوبر كانت القوات المسلحة اعدت التخطيط والاعداد للحرب، وكان اعدادا مصريا خالصا، لان يعني في اطار خطة الخداع الاستراتيجي والتشكيك في ان العملية مش هتبقى مشتركة ما بين مصر وسوريا ضد اسرائيل، كان طرد الخبراء الروس من مصر ووجودهم في سوريا دليل ان ما فيش تنسيق بين مصر وسوريا في ذلك. ومن خلال هذه خطة الاخفاء ومن خلال التدريب على العبور لسنوات عديدة كان الاستعداد لهذه الحرب اللي احنا بنحتفل بالذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة، علشان تبث في نفوس الاجيال اللي موجودة والاجيال القادمة معنى التضحية ومعنى الفداء. وعاوز اقول لحضرتك إن حرب أكتوبر المجيدة ديت بالرغم من مرور 50 عام ما زالت تفيض بالأسرار وبالفكر العسكري وبالتخطيط العسكري للحرب، وما زالت تدرس في أكبر المعاهد والكليات العسكرية في العالم. سيادة اللواء عدنا بشكل بانوراما كده على مرحلة الاستنزاف، لكن خلينا ناخدها بقى إيه بالمراحل اللي عدت بيها.